السلام عليكم أيها الأحبة، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. طبتم سادتي وطابت الأرض التي فيها دفنتم. السلام عليكم أيها الأحبة. أيها الأحبة، شدد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على أن حفظ السلم الأهلي وحماية مصالح الشعب ومؤسساته الدستورية واجب شرعي ووطني. ودعا الناطق باسمه الدكتور علي الدفاعي جميع القوى المخلصة إلى العمل على التهدئة وتأمين أبناء الشعب العراقي من أي مخاطر وعدم الانجرار إلى شحن الشارع. تداعيات الأحداث الراهنة، تكرار سقوط السلطة التشريعية، أمور تشيع أجواء الرعب والخوف من المجهول الأمني والسياسي والاقتصادي. هذا محور حلقتنا لهذا اليوم، حلقتنا التي حملت عنوان الاستعصاء السياسي كيف يمكن تفكيكه. أيها الأحبة، طبعا معكم علاء فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. كما اعتدنا أيها الأحبة، نقرأ سوية مقطعا من مقال كتب حول الموضوع. المقال الأول حمل عنوان صراع الفرقاء في العراق بين أسوأ الخيارات وأفضلها، الكاتب عادل أجبوري. صراع الفرقاء في العراق بين أسوأ الخيارات وأفضلها، الكاتب عادل الجبوري. لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل الكثير من الحقائق والمعطيات في الواقعين الإقليمي والدولي، لا سيما وأن العراق ليس بمعزل عن كل الحراك والتفاعلات والأزمات والمعادلات السياسية بإطارها العام الشامل. أضف إلى ذلك فإن المجتمع العراقي يخشى من أن يؤدي خيار تثوير وتحشيد وتعبئة الشارع بدلا من حل ومعالجة المشاكل القائمة، خصوصا وأن الأوضاع السياسية لن تتجه إلى الهدوء والاستقرار في ظل كسر الإرادات وفرض الخيارات، وتبقى الخيارات والخطوات ذات الطابع السلمي هي الأنجع والأفضل، وإن اتسمت بقدر كبير من التعقيد وتطلبت الكثير من الوقت، وقبل ذلك وبعده استلزمت كسر وتحطيم الحواجز النفسية والبحث عن نقاط التفاهم والالتقاء والابتعاد عن نقاط التقاطع والافتراق. مرحبا بكم مرة أخرى، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الباحثة في الشأن السياسي الأستاذة تبارك الراضي، مرحبا بك. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهند حسين، مرحبا بكما ضيفين كريمين. ست تبارك، الانتخابات السابقة أيضا كانت مبكرة وخرجت بنتائج جدلية، ما الضامن في أن الانتخابات المبكرة القادمة ستكون غير جدلية؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما ذكرت حضرتك هو أكثر نقطة بالدعوة لانتخابات جديدة. ليش؟ لأنه ممكن تأسس لعرف سياسي جديد. اليوم أي خاسر بالانتخابات أو أي طرف سياسي أتت نتائج الانتخابات على غير هواه أن يلتجئ للضغط بأي وسيلة ومن ثم الذهاب إلى انتخابات أخرى. يعني هذا تأسيس لعرف سياسي خطير. إذا ما أردنا تصحيح العملية السياسية، خلينا نلجأ لتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها. يعني اليوم الخلاف بين الكتل السياسية تأخذ على عاتقها، تأخذ على عاتقها. اليوم أكو استياء شعبي على أمل أن نقدم خدمات لهذه الجماهير الغاضبة. احنا لا ننسى اليوم يعني الانتخابات هذه اللي هي اجت بدعوة مبكرة، رغم انه هي جاءت نتيجة مطالبات يعني شعبية، مطالبات جماهير، لكن حتى الجماهير اللي خرجت واللي المفروض بناء على رغباتها اجريت الانتخابات قطعت الانتخابات. هذه الأغلبية اللي هي
إذا ما قلنا إنه اليوم اللي صوتوا على يعني بالانتخابات هم 40%، هناك 60% هم غائبين على النسب، قيل أنها على النسب صحيح. هم غائبين عن المشهد السياسي والانتخابي، لذلك اليوم المطالبة بأنه نذهب لانتخابات هو تأسيس لعرف سياسي خطير. أضف لذلك يعني أين تكمن الخطورة يعني؟ الخطورة بأنه ما الذي، سؤال حضرتك واضح، ما الذي يضمن أنه اليوم إذا ما أجرينا انتخابات الخاسرين لا يتجئون لنفس الطريقة ومن ثم نعيد انتخابات أخرى؟ يعني تكاليف الانتخابات هي 415 مليون دولار، هذه يعني الرقم المكلف جدا. إذا ما يوميا كررنا الانتخابات لماذا لا يوجه باتجاه يعني اليوم مثلا أنه نفتح تعيينات وبهذا الرقم الكبير نستطيع أن نوظف يمكن 10,000 يعني موظف براتب 350 دينار ونحل مشكلة البطالة اللي وصلت إلى 35% من الشعب العراقي. إحنا بال 2025 راح يكون عندنا 10 ملايين عاطل عن العمل. بال 2030 العراق راح يكون بدون قطرة مياه، يعني هناك مشاكل حقيقية لابد أن نلتفت إلها. يعني يجب أن لا يكون موضوع الانتخابات والصراع على المكاسب، يعني إحنا اليوم الصراع بين الأطراف السياسية هو صراع على مكاسب سياسية وليس صراع على خدمة الناس، يعني خلينا نكون واضحين. لذا لابد أنه يتركون الخلافات هذه على المصالح السياسية وينتجون إلى أن يتصارعون على الأقل أو يتنافسون على خدمة الناس عبر الاستحقاقات القانونية والدستورية. لا يمكن إحنا اليوم إذا يعني ما اتجهنا للقواعد السياسية خلي نأخذ بالاستحقاقات الانتخابية والدستورية لخدمة الناس، كل طرف يدعي خدمة الناس. أنا سؤالي ما هي الضمانات في أن تكون نتائج الانتخابات المبكرة المقبلة غير جدلية؟ لا توجد ضمانات سوى القانون والدستور. لذا القانون والدستور أن نمضي باستحقاقات هذه الانتخابات ومن ثم نؤسس لعملية انتخابية جديدة. اليوم إذا أهملنا هذه الاستحقاقات معناها إحنا ممكن أن نهمل الاستحقاقات القادمة بوسائل الضغط نفسها. نعم هذه مشكلة يعني. هذه مشكلة حقيقية. لذلك إذا ما سمح بأن يعني نرجع لانتخابات من دون تشكيل حكومة معناها إحنا أسسنا لعرف سياسي خطير من الممكن أن يتكرر بالمرحلة المقبلة. أستاذ مهند، إلى أي مدى يذهب الصدريون في تظاهراتهم؟ خصوصا أن الإطار خرج بمسيرات ندية طبعا أوجدت توازن في قوة الشارع، ماذا عن الأغلبية الصامتة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضل الست تبارك أنه هاي الأغلبية الصامتة يتمثل أكثر من 60% اللي ما انتخبوا أو ما مقتنعين بالعملية السياسية. إحنا إذا ما تحدثنا نتحدث على 35 أو 40% اللي هو عامل الجمهور، اللي هو اللي بدأ السيد مقتدى يراهن عليه ونزل جمهوره للشارع. بالنتيجة الطرف الآخر همين عنده عامل وعنده الجمهور أوجد التوازن يعني أوجد التوازن في لكن هذا الأمر ما يؤدي بنا إلى الحل بالضبط. هذا الخلاف سيستمر باعتبار أن كل قوة لديها جمهور ولديها تعبئة ولديها سياسة معينة تذهب باتجاهها، بمعنى أنه اليوم إحنا محتاجين إلى جلسة حوارية. الحوار هو الحل، ومن خلال الحوار نقدر نوصل إلى نتائج قد تفضي بالنتيجة إلى حل دستوري. الدستور اللي تم إقراره بال2005 وتم التصويت عليه يجب أن نلتجئ إليه، أي بمعنى أن كل الأطراف السياسية يكون يحتكمون إلى الدستور. الدستور هو الحل، الأطر السلمية. اليوم الشارع متأزم ومتشنج، والشعب العراقي يعني عانى الويلات ومر بكثير من الأزمات. وهذه الأزمة صعب جدا تجاوزها إذا ما انتهينا إلى هذا صراع بالمواجهة من خلال وجود عامل الجمهور. إحنا نحتاج عامل الجمهور هذا يكون داخلنا داخل المنطقة الخضراء، تظاهرات الأخوة الصدريين، والتظاهرات خارج أسوار المنطقة الخضراء جمهور إطاري. طيب ماذا عن الأغلبية الصامتة؟ يعني بالتأكيد أن المتواجدين داخل المنطقة الخضراء والمتواجدين خارجها لا يمثلون كل الشعب العراقي أكيد، بل أن الأغلبية هي ربما قبعت في بيوتها إلى
حد ما. ماذا عن هذه الأغلبية؟ الأغلبية إذا ما تحدثنا حتى عن بعض التغريدات وتحدثنا عن السوشيال ميديا، هذول الذين يعملون باتجاه أنه يدفعون للتهدئة، هم هذول الأغلبية الصامتة الذين يأملون من القوى السياسية أن يذهبوا باتجاه الحل، بمعنى أنه بعد أن وصل الأخوة في العملية السياسية إلى الطريق المسدود، وصلوا إلى الانسداد السياسي إن صح التعبير، فالأغلبية الصامتة تطمح وتأمل حتى من المرجعية. الأغلبية الصامتة تأمل من المرجعية أن تتدخل. اليوم أكو يعني متوقع أن تكون مبادرة من سيد رئيس الوزراء لحلحلة هذه الأمور. الأغلبية الصامتة هي وجودها على الكحيات، هذا للأمانة هو ما يؤدي للحل، لكن هم يأملون أن تصل الأمور إلى الحلحلة السياسية من خلال إما الدستور أو التدخل من قبل المرجعية. المرجعية التي أفتت في عام 2014 وأنقذت البلاد من أزمة حقيقية بان دخول داعش إلى العراق، هي الآن المفروض تتدخل بشكل أكبر لحل هذه الأزمة. رغم أنه توجهات المرجعية بعيدا جدا عن السياسة وتنأى بنفسها بالتدخل باعتبار أنه هي أغلقت بابها أكثر قبل أكثر من تقريبا خلينا نقول 6 سنوات، باعتبار أنه علنت من خلال خطبة أنه بحت أصواتنا، بمعنى أنه السياسيين لم يستجيبوا للمرجعية. لذلك نأمل أن يذهب السياسيون باتجاه الحل. اليوم الشارع العراقي ينتظر الحل. اليوم الشارع العراقي عانى الكثير من الأزمات والويلات، ويأمل أن تقدم هذه القوى السياسية الخدمات وليس المشكلات. اليوم أصبحت القوى السياسية تمثل المعضلة الكبرى في البلاد. ست بارك، الكل يتفق على أن الحوار هو الأسلوب الذي يمكن أن يفضي إلى حلول للأزمات والمعضلات التي تواجه المسيرة السياسية. طيب، نلاحظ أن سماحة السيد الصدر أغلق أبوابه بوجه الحوار ولم يعلن استعداده لمقابلة أي طرف. يمكن ترى ما هي يعني الأسباب التي تدفع سماحة السيد الصدر إلى عدم القبول بالحوار، بل يريد تنفيذ مطالبه قبل أي حوار؟ أعتقد أنه عدم أو أغلاق باب السيد الصدر للحوار انتهى يوم أمس، يعني مبادرة رئيس الوزراء أكيد كانت بدفع أو بقبول على الأقل ضمني من السيد الصدر. يعني حركات الأمم المتحدة عن طريق بلاسخارت، البيئة الإقليمية، الوضع الداخلي، زيارة السيد العامري للسليمانية وأربيل، الكل يتفق. يعني مع من حيث المبدأ احنا كنا متفقين على إجراء انتخابات سواء الإطار التنسيقي أو التيار الصدري، الاختلاف على من يتولى إجراء الانتخابات، الحكومة الحالية أو حكومة جديدة تأخذ على عاتقها مهمة الإعداد لانتخابات جديدة. فمن حيث المبدأ الكل موافقين على خطوة الانتخابات المبكرة. السيد يعني السيد الصدر أدرك أنه بالوقت الحالي لا يمكن حتى لو استخدم ضغط الشارع أن ينتهي يعني الأمر إلى ما يتمناه أو ما يخطط إليه. اليوم طالما الإطار التنسيقي يعني كل طرف بمطالبه يعتقد أنه هو يغير العملية السياسية، يعني الإطار التنسيقي يقترح حكومة خدمات من أجل يعني النهوض بالعملية السياسية، السيد الصدر لديه وجهة نظر أخرى. لكن أعتقد أنه إغلاق باب الحوار من جانب السيد الصدر انتهى يوم أمس، المبادرة مبادرة رئيس الوزراء هي بموافقة ضمنية من السيد الصدر، لأنه اللجوء يعني اليوم معتصمين التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء، المبارزة من الجانب الآخر الإطار التنسيقي بمظاهرات مضادة، وبعدين شو نريد نسوي؟ يعني راح نبقى استعراض بالجماهير؟ ماكو نتيجة. اليوم إذا ما ذهبنا يعني مع الأطراف المصاعدة من التيار الصدري بأنه واعتبرنا أنه قوة معينة هي تابعة مثلا للإطار التنسيقي، فلو يعني اتفقنا مع هذا الطرح، إذن اللجوء إلى الشارع مو من مصلحة التيار الصدري، على اعتبار أن المعركة راح تكون غير متكافئة. هذا السيد الصدر أدرك، لهذا وجه خطابات لهذه الجهة. غير متكافئة، غير متكافئة. يعني إذا فرضنا أن السيد الصدر يقول بأنه المؤسسة الفلانية هي جناح عسكري للإطار التنسيقي،
إذن السيد الصدر لديه أيضا جناح عسكري. الجناحين العسكريين هل هما متكافئين غير متكافئين؟ وبالتالي أي معركة عسكرية أو اقتتال سيكون في غير فيما لو هذا بغض النظر عن أنه لا سمح الله. أيضا السيدة بلاسخات أوصلت يعني أوصلت الرسالة بأن المجتمع الدولي رافض لأي حراك من دون موافقة باقي الأطراف يعني السياسية. نعم هناك فواعل كثيرة تقول أن تسمح المنظمات الدولية المجتمع الدولي بحصول الاحتراف بالإضافة إلى الوازع الذي يمتلكه حكماء العراق. فعلا صح. أنتم أعزائي الضيوف وأنتم أحبائي المشاهدين تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان انتعاش النظام السياسي انعاش النظام السياسي الكاتب سعود الساعدي. انعاش النظام السياسي الكاتب سعود الساعدي. ما يعاني منه النظام السياسي العراقي بعد 2003 ليس مرضا عاديا، بل هو عاهة ولادية وراثية في التأسيس وتراكم أخطاء بحاجة إلى قرار شجاع لإجراء تدخل جراحي استراتيجي بأداة وطنية أصيلة وفق الإمكانات المتوافرة على طريق الشفاء الطويل. هذا الجسد رغم تفاقم العلل ما زال واقفا على ركيزة أساسية لا بديل عنها، وهي الدستور ومساراته القانونية، ورغم بعض مكامن الخلل فيها لا يمكن الاستغناء عنها، لأن تجاوزها معناه سقوط الجسد الذي لن يجد ما يتكئ عليه ويرتكز إليه في مساعيه للعلاج. إنعاش النظام خير من حفر قبره، والتنفس الاصطناعي لن ينفع جثة هامدة ولا تحين مندم. مرحبا بكم مرة أخرى وأجدد ترحيبي بضيوفي الأكارم. أستاذ مهند، طبعا لا شك أنه ليست هنالك جهة تمتلك القدرة على تفسير النصوص الدستورية غير المحكمة الاتحادية، تالي مجلس القضاء الأعلى يعني بعنوانه الأعم. ترى ما الهدف من الإساءة إلى هذا العنوان؟ ولا يمكن الإساءة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة باعتبار هذه المؤسسات تمثل تمت الإساءة، مو لا يمكن واقعا هذا الشيء يعني يحسب على الجهة التي أساءت، رغم أن هذه الجهة تمثل يعني بالعملية السياسية جانب مهم، رغم أنه تمثل جمهور واسع وكبير، لكن الإساءة للقضاء بصورة خاصة هذا يعني تأثيره سلبي مستقبلا حتى على تلك الجهة وعملها السياسي. الغاية من الضغط على القضاء هو الحصول على مكاسب، وهذا واقعا يعتبر يعني خطأ استراتيجي قد يقع فيه هذه الجهة أو تلك في حال أنه تعرضوا بالإساءة للقضاء، باعتبار القضاء مثل اليوم هو يعني يمثل الدستور أو هو من يستطيع أن يحكم الدستور، وهو من خلاله تتم حتى تشكيل الحكومات من قبل تفسيرهم للمواد الدستورية التي أقرها البرلمان في عام 2005 وقرارهم الدستور بصورة خاصة. اليوم يعني يجب الحفاظ على هيبة الدولة من خلال الحفاظ على مكونات والمؤسسات الحكومية، أي بمعنى اليوم التجاوز على البرلمان يعتبر خطأ استراتيجي كبير لأي جهة كانت، سواء كانت اليوم من قبل التيار الصدري أو مستقبلا من أي جهة ثانية. هذا الخطأ استراتيجي قد تقع فيه بعض الكتل السياسية، ويجب عليها أن تعي أهمية ما حصل أو ما حدث. اليوم الإساءة لهذه المؤسسات يمثل إساءة للدولة، واليوم الدولة التي أعادها الشعب العراقي من خلال الدماء التي سالت، من خلال الحشد الشعب الذي ضحى في سبيل استعادة هيبة الدولة التي تعرضت للخطر في عام 2014، اليوم هذه المؤسسات عادت بدماء العراقيين، والعراقيين لا يمكن أن يتنازلوا عن حقوقهم باعتبار كل عراقي اليوم شريك في بناء هذه الدولة، واليوم الدماء التي سالت وحافظت على الدولة وهيبة الدولة هم
يعتبرون نفسهم جزء لا يتجزأ من الدولة، وهذه الجهات التي تسيء إلى المؤسسات الدولة مثل ما تفضلت. من تعتقد اللي كان وراء الأقوال والشعارات التي رفعت ضد مجلس القضاء الأعلى؟ يعني احنا نعرف أن سماحة السيد الصدر حين أمضى مجلس المحكمة الاتحادية نتائج الانتخابات باركها ومدحها كثيرا. صح. طيب التغريدات الأخيرة هو السيد الصدر نفسه يحذر من المساس بمبنى القضاء أو القضاة أو ما إلى ذلك. إذن لابد من وجود يعني من يريد الإساءة بغية إيجاد الفتنة ربما. للأسف يعني بالعملية السياسية هنالك جهات مثل ما تأول الدستور بما تشتهي أنفسهم بما يخدم مصالحهم، هنالك جهات يعني تصرح وتعمل على أنه في حال أنه تمشي مصالحها هي مع الوضع ومع مؤسسات الدولة بشكل إيجابي، لكن عندما تتعرض مصالحها للضرر فإنها تعمل بشكل معاكس، أي بمعنى أنه اليوم هذه الجهات السياسية تعمل بما تشتهي أنفسهم وليس بما يشتهي أو ليس بما يتوجب عليه. يعني اليوم القضاء اليوم هو الحاكم وهو الدستور وهو مفسر للدستور والمواد الدستورية، وهو الذي يعمل على الحفاظ على هذه الكينونة كينونة الدستور والعملية السياسية، وهؤلاء الجهات السياسية اليوم يجب أن يعوا أنه وجود القضاء وجود الدستور هو الحافظ وهو الضامن لوجودهم يعني كجهات سياسية تعمل ضمن وين نروح. يعني إذا استهدفنا القضاء وين نروح؟ يعني لمن نحتكم؟ هو هنا الخطأ الكبير. هو الخطأ الكبير أنه أنت اليوم تخدش أو تعيب أو تتحدث بشكل سلبي على الجهة الراعية للوضع بصورة عامة. اليوم القضاء هو اللي محافظ على الوضع الدستوري ومحافظ على الوضع المؤسساتي. اليوم هيبة الدولة قد تتعرض للخطر في حال تعرض هذه المؤسسات للخطر، فيجب علينا الحفاظ عليها، بمعنى أنه يجب أن يكون المعيار ويجب أن يكون القدوة لهذا الموضوع هو الحشد الشعبي. الحشد الشعبي الذي حافظ على هيبة الدولة، الحشد الشعبي الذي حافظ على كل الممتلكات ومؤسسات الدولة هو اليوم يشار له بالبنان لأنه حافظ عليها، لذلك يعتبر اليوم القدوة. نتمنى من الجميع، بمعنى نتمنى من الجهات السياسية أن تأخذ الحشد الشعبي كقدوة بالحفاظ على هيبة الدولة. ست بارك، الكاتب سعود السعدي يطرح فكرة يقول يجب الانتقال من عقلية إدارة الأزمة إلى عقلية حل الأزمات. أريد التفكيك لهذه العبارة. إحنا اليوم بالعلوم السياسية جزء مهم من افتعال الأزمات هو أن يكون الإدارة بالأزمة. افتعال الأزمة هو لغرض إدارة وضع سياسي معين بعد الانتخابات، ويعني الطرف السياسي الذي لم يستطيع تشكيل حكومة الأغلبية حاول أن يعني تحت ضغط معين اتخذ قرارات خاطئة. اليوم ما يحدث هو إدارة للأزمة في سبيل يعني أكو تراجع واضح وندم واضح عن الخطوة السياسية المتخذة. لذلك اليوم هو افتعال الأزمة لغرض إدارة الوضع ومن ثم الحصول على مكاسب. إنهاء الأزمة بات واضح يعني اليوم، خصوصا في ظل يعني الظرف الإقليمي والظرف الدولي والإصرار الدولي. يعني سابقا ربما يعني بأحداث 2019 كان هناك ضغط خارجي واضح باتجاه التغيير واللي أفرز لنا الوضع الحالي، لكن اليوم يعني أوضاع السوق العالمي أيضا الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتفق على أنه الانشغال بالصراعات داخل الشرق الأوسط هو أضر بالمصالح الأمريكية. السؤال اللي طرحه عندنا مشاغل كثيرة في المحيط الهادئ. صحيح. يعني حتى قالوا ماذا لو السياسات الأمريكية طويلة الأمد اتجهت لما نحن موجودين من أجل بالشرق الأوسط وليس من ما يعني لما نحن ضده. يعني حتى اليوم مسألة الجمهورية الإسلامية لماذا ستبقى إيران هي رأس الحربة في تواجدنا التنظيمي داخل الشرق الأوسط؟ توصلوا على أنه حماية مصالحهم في ظل أكو تحديات أكبر يعني على مستوى العالم، التنامي الصيني، الوجود ببحر الصين الجنوبي، حرب أوكرانيا. يعني في مسألة حرب أوكرانيا الولايات المتحدة تدرك أنه هي غير قادرة على مواجهة روسيا والصين
سوية. لهذا رغم أنه خسائر الحرب الإيرانية فيما يخص أسواق النفط العالمية هي خسارة كبيرة، لكن تحملت الخسارة في سبيل حسنا احنا نريد ننشغل بالموضوع العراقي يعني. هي الأحداث مرتبطة يعني العراق مجال حيوي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ونقطة مهمة لذلك رغم انشغالها لكن هي مهتمة بالعراق اليوم. شنو آليات حل الأزمات؟ يقول عقلية حل الأزمات، شنو آليات حل الأزمات؟ يعني لا حل الأزمة دون اللجوء إلى الحوار. يعني حتى اليوم السيد الصدر في كل خطاباته يدرك أنه وسائل الضغط الشعبية هي غير قادرة. اليوم إذا فرضنا أن ما يحدث هو انقلاب فالانقلاب يعني هناك أنت من تسوي انقلاب تحتاج إلى قوة عسكرية تحمي هذا الانقلاب. ولا ملامح للانقلاب، لا ملامح للانقلاب. السيد وأراد أن يعني حاول يحشد يعني. حاول يحشد بالاتجاه لكن من الواضح يعني وهذا يعني سبب مهم من التراجع واللجوء الى الحوار، من الواضح انه غالبيه الشعب العراقي تريد من الطرفين ان يحتكما الى الحوار. يعني احنا اليوم العراقيين بعد ما يتحملون مزيد من المأساة، مزيد من يعني إراقة الدماء، إذا ما التجأنا لا سمح الله إلى حرب داخلية هناك مزيد من إراقة الدماء. العراقيين بطوا غير متحملين يعني لهذا الوضع، يريدون أبسط الحقوق أن يعيشوا بهدوء. يعني اليوم كل الأطراف صراعاتها يعني الطرفين صراعاتهم هو من أجل مكاسب، من سيحصل في الحكومة القادمة على المزيد من الوزارات، لا اهتمام للشارع العراقي. لذلك عدا جماهير الطرفين الغالبية الصامتة لا تدفع أي يعني باتجاه أي طرف، ولذلك في ظل غياب هذا الدعم من هذه الشريحة المهمة اللي بالانتخابات كانت سبب يعني بما وصلنا إليه، أعتقد الطرفين لن يلجأ إلى الحوار لحل الأزمة. أستاذ مهند، الأخطر من يعني خراب العملية السياسية هو إشاعة خطاب الكراهية، هذه كارثة. إذا ذيك ممكن ترجع فهذه تولد يعني حزازيات وتولد يعني توفز لما هو أسوأ ما يمكن أن يحصل. خراب العملية السياسية أسست له الولايات المتحدة الأمريكية بمهن دخولهم للعراق في 2003، أي بمعنى أنه اليوم هذا الخطاب الكراهية اللي نتحدث عنه هو بناء على هالمحاصصة الطائفية اللي بنت عليه العملية السياسية أساسا يعني. لذلك هذا الخلاف اللي بدأ بسيط بمهن تشكيل الحكومة في 2003 أو في 2004 و 2005 بدأ يتفاقم، وصل نتائج أنه بدأوا سميهم المنافسين، من سميهم الفرق المنافسين السياسيين أصبحوا يستخدموا ورقة الجمهور كورقة ضغط حال على الشارع. بالنتيجة هو الشارع شو مستفاد؟ هو نفسه الجمهور شو مستفاد؟ من نجي نحسب أنه هو بالضبط هذا اللي نقول، نقول اللي الأوضاع الحالية بدأت يعني تؤصل خطاب كراهية لجمهور عاطفي مندفع بالأساس. يعني مو هذا اللي احنا نريد نوصل له، احنا نقول من اللي اسس لهذا الوضع اللي اسس له هو الوجود الاحتلال اللي وصل العراقيين هاي النتائج. بمعنى انه اليوم احنا اذا ما يعني رجعنا خطوه الى الوراء وتفحصنا الموضوع اكتشفنا انه اصل الموضوع هو البناء السيء اللي بنته الولايات المتحده الامريكيه بان دخولهم العراق وتشكيلهم لحكومات مبنيه على المحاصصه الطائفيه ووصولا الى التوافقيه، وبالنتيجه اصل النظام بمشكله. اليوم اذا اكو حل حقيقي يجب ان يحصل عليه الشعب العراقي هو تغيير بعض فقرات الدستور بما فيها فقره نظام الحكم في العراق. نظام الحكم في العراق اللي جابوه مفصل جاهز الامريكان وقاعدوه راسا على العمليه السياسيه العراقيه لا يتوافق مع لا يتوافق مع الجمهور العراقي ولا يتوافق مع المعطيات العراقيه ولا يتوافق مع المجتمع العراقي. اليوم العراقيين بحاجه الى حل الازمه، جزء من هذا الحل هو أنه يتغير نظام الحكم بالعراق، أي بمعنى يا أما نذهب باتجاه النظام الرئاسي أو شبه رئاسي للوصول إلى الحل والخلاص من هذه الأزمة اللي بنتها الولايات المتحدة الأمريكية بدخول العراق وأسست إلى هذه الفوضى اللي كانت قد رسمت ملامحها من ذلك الوقت. ضيوفي الأكارم، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير والذي حمل عنوان أغلبية الثلثين، الكاتب محمد عبد الجبار الشبوط.
أغلبية الثلثين، الكاتب محمد عبد الجبار الشبوط. المادة 93 من الدستور تقول: تختص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير نصوص الدستور. المادة 70 أولا من الدستور الذي يقول: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه. والدلالة الأولى لهذه المادة أن المرشح يجب أن يحصل على تأييد ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب كلهم، والبالغ عددهم 329، أي 220 صوتا بالحد الأدنى. لكي يتم تحقيق نصاب الثلثين في الفوز، وهو نفس العدد المطلوب ليتحقق نصاب الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية. استخلاص هذه المعاني أو الدلالات من نص المادة ممكن باستخدام الآليات المنطقية، فليس من المنطقي أن يطلب الدستور أغلبية أصوات ثلثي النواب دون أن يكونوا موجودين لتحقيق نصاب الجلسة، حيث لا توجد طريقة دستورية للتصويت دون أن يكون النائب موجودا بجسمه في قاعة البرلمان، وهذا غير متحقق بالظرف الراهن بسبب النقص في فهم هذه الآليات. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد الترحيب بضيوفي الأكارم. ست تبارك جنين بلاسخار التقت بالأستاذ هادي العامري، ثم انتقلت للقاء السيد الصدر. شلون تشوفين دورها؟ يعني هل هو دور نزيه، لو هي تمارس عملية صب الزيت على النار خدمة لأجندتها المعروفة؟ دور جنين بلاسخار ودور الأمم المتحدة اللي هي أداة من أدوات الولايات المتحدة، هذا متفق عليك أن الأمم المتحدة كأنها إحدى دوائر الخارجية الأمريكية فعلا. نعم. لكن الدور ليس نزيها وليس دور صب الزيت على النار. لأنه مثل ما ذكرنا اليوم، يعني ليس من مصلحة الولايات المتحدة عدم استقرار العراق. مو بس عدم استقرار. نعم. العراق، يعني مؤسسة راند المعروفة، المؤسسة البحثية عفوا. نعم. المعروفة اشتغلت بحث يقيم مزايا والتفضيلات للولايات المتحدة لو غيرت استراتيجيتها الإقليمية في الشرق الأوسط، من يعني مثلا إيران رأس الحربة في صراعها بالمنطقة، مواجهة النفوذ الإيراني، يعني حركات المقاومة، الملفات المرتبطة باليمن وغيرها وسوريا. قالت راند: ماذا لو تغير استراتيجيات وتفضيلات الولايات المتحدة بالمنطقة من المواجهة إلى البحث عن إدارة للصراع بما يضمن أو يحقق الاستقرار للولايات المتحدة، وهو ما سينعكس على المصالح الأمريكية، استقرار المصالح الأمريكية. لذلك توصلوا على أنه رغم الإدارات المتعاقبة للولايات المتحدة اللي دائما ما خلت عدو وهمي تحرض عليه بالمنطقة وتقود أحلاف من أجل يعني استنزاف يعني إمكانيات الدول، قالوا إنه إحنا خلنا نبحث على الاستقرار وبالتالي راح نضمن مصالحنا، خصوصا عندنا تهديدات. لذلك دور بلاسخارت هالمرة لا هو نزيه ولا صب الزيت على النار، بقدر ما هو يتوافق مع مصالح الولايات المتحدة الجديدة وتوجه الإدارة الأمريكية. أستاذ مهند، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال أن إيران تتجنب التدخل في شؤون العراق الداخلية، لكنها تحث جميع أطرافه على التحاور للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، وتسعى لتقريب وجهات النظر. لدينا علاقات إيجابية مع كافة القوى السياسية العراقية، ونحن مستمرون في هذا التوجه. ثبات واستقرار العراق مهم جدا بالنسبة لنا، لذلك نؤكد على ضرورة مراعاة الدستور العراقي. ترى دعوة الخارجية الإيرانية هل ستلقى آذانا صاغية من قبل القادة العراقيين؟ اللي تفضل اللي نتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو يعني سمي، احنا اليوم
فشيء حكيم. واحنا اليوم مو لان هم ايران طالبين، الشعب العراقي جاي يطلب الاحتكام الى الاحتكام الى الدستور، الاحتكام الى الحوار، وليس هناك حل دون الحوار، وليس هناك حل دون اللجوء الى الدستور. لذلك نعم قد يلقى هذا يعني هاي الدعوه تلقى يعني الترحاب من قبل القوى السياسيه وقد تعمل عليها، وهذا اعتقد بات واضحا من خلال حتى دعوه السيد رئيس الوزراء اليوم للخروج بالحل من خلال المبادره اللي قدمها في سبيل الخروج من عنق الزجاج ان صح التعبير. اليوم كل الاطراف السياسيه معنيه بضروره الحل، معنيه بضروره الخروج من هذه الازمه، على الاقل لاثبات الحاله الايجابيه للجمهور انه هاي القوى السياسيه جاي تعمل في سبيل انه الجمهور او الشعب العراقي يصل الى مرحله الارتياح اللي فقدها من زمن طويل. اذا ما تحدثنا حتى عن الشارع العراقي تجد هنالك استياء واضحا، والله العظيم تسأل المواطن بالشارع يقول لك استياء واضح عن القوى السياسيه اللي تحكم البلاد. ولو هنالك حل بتغيير تلك القوى لا ذهب اليه العراقيون، لكن لا حل سوى الاحتكام الى الحوار والاحتكام الى الدستور. واعتقد اليوم بات من الضروري على الجميع أن يتحمل مسؤولية وأن يعي حقيقة ما وصل إليه العراق. اليوم العراق يمر بأزمة، قد يكون هناك تهديدات خارجية من قبل قوات تركية وصلت إلى حد معين بالتغلغل بالأراضي العراقية، هنالك تدخل إقليمي، هنالك تدخل من قبل بعض الجهات التي لها أجندات داخلية. إذا ما استغلت الوضع فهنالك يعني وضع قد لا يحمد عقباه، في حال لا سمح الله أصبح هناك صراع سواء بين جمهور الذي يتبع تلك القوى السياسية وهنالك ما لا يحمد عقباه من ناحية المواجهة والصراع. ويجب هنا الانتباه ويجب الالتفات إلى ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الأهليين. طبعا الدعوة الأساسية للتيار الصدري هو الذهاب إلى حل البرلمان وشروع أو تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة. طبعا هذا معناه الإبقاء على الحكومة الحالية على ما هي عليه، وهذا ما يرفضه الإطاريون. طيب بدأنا نلمس حلحلة لدى سماحة السيد الصدر، لكن بعض قيادات تيار الصدر للآن تروج لمثل هذه المقولات مع أنها لا تستند إلى أي نص دستوري. أغلب المشاكل التي وقعت بها القوى السياسية هي عدم التزامهم بالدستور أساساً. أي بمعنى هناك من يفسر الدستور بما يشتهيه، هناك من يفسر الدستور بما يحلو له، لكن الواقع السياسي يفرض على الجميع الاحتكام للحوار والاحتكام للدستور، وهنالك من يعمل أو من يدفع باتجاه حل البرلمان أو باتجاه أنه يتغير الوضع بما يناسب وضعه، لكن هذا الأمر ما يتم إلا بالدستور. لا 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 يحل البرلمان إلا من قبل أعضاء البرلمان أنفسهم. أي بمعنى أنه في حال لابد من اجتماع البرلمان، لابد من اجتماع البرلمان. فكيف يجتمع البرلمان والبرلمان معطل، سواء كان من قبل جهة معينة من خلال محاصرة هذا البرلمان أو من قبل دعوة لحل البرلمان دون اجتماع، كيف يحل البرلمان وهو لم يجتمع؟ بمعنى هناك يعني واقعا خلل حقيقي، والعراقيين بدأوا يلمسون هذا الواقع وبدأوا يستاءون بشكل أكبر حتى من بعض الجهات التي تدعي دفاعها عن العراقيين. طبعا وهذا ما حذرنا منه أو يحذر منه كل العقلاء وكل المعنيين بالشأن السياسي من مغبة اللعب بورقة الشارع، لأنها قد لا تنضبط وقد تفلت الأمور ويحصل ما لا يحمد عقباه. ست تبارك، نداء الحسين صلوات الله عليه ما زال مدويا عبر التاريخ وإلى يومنا هذا، وهو نداء يدعو لاتباع الحق والابتعاد عن الباطل. هل سيستمع القادة السياسيون العراقيون لهذا الصوت؟ يعني مأساة العراقيين مأساة بهذا الجانب. يعني اليوم احنا الأطراف اللي نخاطبها الأطراف الشيعية هي كلها أطراف، الأطراف السياسية أطراف متدينة، يعني أغلبهم هم أبناء الحوزة العلمية. لذلك يعني اليوم إذا أكو أخطاء ارتكبت طيلة الفترة السابقة، إذا أكو كان وهو أيضا يعني الصراع على المصالح والمكاسب. أتمنى أنه إحنا وصلنا المرحلة الجمهور الشيعي الشارع الشيعي
احنا بنتحدث يعني مو من باب انه نحكي بلغه مكوناتيه، لكن على اعتبار انه المشكله اليوم هي مشكله داخل البيت الشيعي، يعني مو من مصلحه الشيعه، يعني راح يسجل التاريخ على الشيعه انه اطراف الشيعه داخل البيت الشيعي اوصلوا الشيعه الى هذا الحال. اتمنى على الاطراف يعني السياسيه ان تعي انه التاريخ يسجل. عندكم ورقه ناصعه يعني حفظ العراق، ورقة مجابهة داعش، يعني مكسب سجل التاريخ، صفحة بيضاء بتاريخكم. أتمنى أنه ما هذه الصفحة تشوه بالخلاف على المصالح، أن يعون اليوم حتى من تروح للموصل، المناطق الشيعية هي المناطق الوحيدة المنكوبة، مناطق الشيعية تجيب بغداد، تجيب بغداد الأماكن اللي هي بها غالبية شيعية هي المناطق المنكوبة. الطرف لازم يلتفتون لجماهيرهم، يلتفتون لشارعهم الشيعي العراقي. يعني الناس التجربة التي حصلت في اقليم كردستان ابان التسعينات، يعني نعم صحيح، الاضطراب الكردي وتغريدة الاستاذ هوشيار زيباري التي يقول فيها اننا دخلنا في معركة لا رابحة فيها، بل كل الاطراف خاسرة. يعني ما هي المعطيات؟ يعني هل هناك معطيات تشير الى إمكانية حدوث نزاع شيعي شيعي؟ أعتقد الطرفين ما يلجؤون للنزاع، لكن من الممكن طرف خارجي قد يشعل النزاع يعني ويدفع الأطراف طرفين للتقاتل. لذلك اليوم الطرفين إذا ما دخلوا ب يعني حرب، الطرفين خاسرين والشيعة هم اللي خاسرين. حتى لو يعني خرج طرف منهما وأدار العملية السياسية، لكن هناك جماهير، هناك دم عراقي، ويعني اليوم حتى تدخل المرجعية هو آخر الحلول. يعني المرجعية لديها ملاحظات على طرفين، ويعني من الصعب على المرجعية أن تتدخل وهي تعرف أنه حتى جماهير الطرفين ناقمة، لكن ربما الجماهير تعي أن هناك مخططاً لإشعال حرب بين الطرفين، لذلك هي متمسكة مثلاً بالدفاع عن مكتسبات الشيعة وليس عن يعني وليس عن الحزب الفلاني أو الجهة الفلانية. لذلك إن شاء الله على القادة السياسيين الشيعة أن يدركوا أن كل ما يحصل سيسجل على كأنه تاريخ شيعي، على أنه تاريخ شيعي. لذلك ونتمنى أنه ما يسجل هذا على الشيعة. لذلك إحنا نعتقد اعتقاد جازم بأن قادة الحراك أو الفعاليات السياسية الشيعية هي على قدر المسؤولية، وهي تعي تمام الوعي أن التاريخ يسجل كل شاردة وواردة، وستكون لعنة التاريخ على من يتسبب بأي احتراب شيعي شيعي. أستاذ مهند، شو أخبار تركيا والخليج؟ يعني تركيا أخو مرتاحة باعتبار أنه اللي جاي يتحقق لها بدون ما تصرف ولا فلس. يعني أغلب الجهات الخارجية اللي تعمل بأجندات داخلية داخل العراق اليوم هي تجد السعادة واضحة، حتى على تصريحاتها اليوم ما لقينا ولا جهة تدخلت بشكل إيجابي وحلحلت الأزمة، بينما في توقيتات أخرى تجد أن التدخلات من قبل هذه الجهات الخارجية واضحة وواسعة. واليوم العراق لأن يمر بأزمة فالجميع صامت، بمعنى أنه واضح الارتياح على الجميع أنهم مرتاحين أن العراق يمر بأزمة، وهذا تحقق بال 2014 نفسه والله العظيم. عندما مر العراق في أزمة 2014 وبان دخول داعش، لم ينقذ العراقيين سوى العراقيين أنفسهم وفتوى المرجعية المباركة والحشد الشعبي. لم نجد هنالك من ذهب باتجاه أنه ينقذ العراقيين من عصابات داعش إلا الجمهورية الإسلامية. أبان دخول داعش جاء الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني هو ومستشاريه وأسلحته، ودفع الخطر عن العراقيين خلال هذا الدعم، بينما اليوم العراقيين يمرون وكأنه في نفس الأزمة وكأنه نفس السيناريو انعاد. لم نجد أي جهة سواء خليجية أو جهة إقليمية أو دولة جارة طرحت مبادرة أو حاولت أن تحل الأزمة. الجميع على رأسهم الطير، لم يحركوا ساكنا. أنا بس أحب أضيف، ما هو السيناريو الأرجح؟
بس أضيف على ما ذكر أستاذ مهند، اليوم هذا الصراع السياسي ينتج حكومات ضعيفة، لذلك هذا ما يدفع الخليج وتركيا باتجاهها. يعني هذا الصراع السياسي يشغلنا عن الاحتلال التركي للأراضي العراقية، الصراع السياسي يشغلنا عن قطع المياه 85% من مياه العراق مقطوعة، وبسبب تركيا العراق سيكون جافا بالعام 2030. ذلك النزاع السياسي يشغلنا عن المطالبة بحقنا بالمياه، يشغلنا عن طرد الاحتلال التركي، وهذا ما تدفع تركيا وكل الدول ذات المصالح بالعراق لأنه يتعمق ويزداد. شكرا لكما، كنتما ضيفين كريمين. أيها الأحبة، كتب معد البرنامج الأستاذ قاسم العجرش الخاتمة التالية: في كينيا اضطرابات، أعمال عنف واسعة بعد خلافات حول نتيجة الانتخابات بسبب تقارب في نتائج مرشحي الرئاسة، والأمن يدخل خط الأزمة. ببساطة، الشعوب التي تحب العنف سواء كانت أنظمتها برلمانية أو رئاسية أو مختلطة، فالنتيجة واحدة مع غياب التداول السلمي للسلطة. ما أدري عليه من جبناها، في أمان الله.